صباح الخير أو مساء الخير، إزيكم حبايبي؟ وحشتوني. أوكي، النهاردة إحنا هنشرح سلم دو تاني بالإيد اليمين، وكمان هناخده بالإيد الشمال، لكن هناخده بالمفتاح صال برضو، عشان لسه شوية في حبايبي متلخبطين شوية، ولازم نعمل براكتس أكتر علشان نعرف المفتاح صال كويس والنغمات فيه كويس عشان نقدر نتعلم مفتاح فا. أوكي، عشان مفتاح فا هيكون مختلف، النغمات أماكنها هتكون مختلفة. أوكي طيب، تعالوا نفتكر مع بعض السلم. سلم دو. اوكي، بنبتدي دو بنمرة واحد، دي الايد اليمين. اوكي، راي بنمرة اتنين، مي بنمرة تلاتة، صح؟ وبعدين فا بنمرة كام؟ مين فاكر؟ صح، أنا بروح من تحت، من بعد ما بعزف المي بروح من تحت عشان أعزف الفا بنمرة واحد، عشان أنا عندي في السلم 8 نغمات لكن عندي في إيديا 5 صوابع بس. فا بنمرة واحد، صال بنمرة اتنين، لا بنمرة صح تلاتة، سي بنمرة أربعة، ودو بنمرة 5، وبروح أعزفهم وأرجع بنفس الأرقام. تعالوا أوريكوا على البيانو. اوكي يلا نعمل كده وهوريكم. زي ما احنا فاكرين، اتنين صوت على شمالهم هي الدو. هعزف دو بواحد، ري باتنين، مي بتلاتة، ومن تحت المي هروح بسبع نمرة واحد على الفا، ولا ايديا اتعدلت. صوت باتنين، لا بتلاتة، سي باربعة، دو بخمسة، وهرجع سي باربعة، لا بتلاتة، صول باتنين، فا بواحد، ودلوقتي هبقى من فوق، مي بتلاتة، ري باتنين، دو باربعة. سوري، بواحد. اوكي يلا تاني، دو بواحد، راي باتنين، مي بتلاتة، فا بواحد تاني، صول باتنين، لا بتلاتة، سي باربعة، دو بخمسة، وهرجع سي باربعة، لا بتلاتة، صول باتنين، فا بواحد، ومن فوق مي بتلاتة، ري باتنين، دو بواحد. Very good. طيب برافو. دلوقتي أنا عاوزة أعلمكو الإيد الشمال بالظبط كده. أوكي، دي الإيد اليمين، الإيد اليمين. أوكي، عايزين نتعلم بقى هنا الإيد الشمال. أوكي، لما أعدل دي كده الشمال. أوكي، الإيد الشمال هبتدي بنمرة 5،
يعني انا الضوء اهي هبتديها بنمرة 5. تعالوا اكتبها تحت هنا عشان هوريكو هلف ازاي. اوكي، الري بنمرة 4، المي بنمرة 3، الفا بنمرة 2، اوكي، الصال بنمرة 1، ولا انا خلصت الخمس صوابع صح؟ الا هتبقى بنمرة 3 من فوق بعد ما اعزف الفا، وبعدين السي بنمرة 2، والدو بنمرة 1. اوكي، دي الايد الشمال. هبتدي بنمرة 5. تعالوا اوريها لكم على البيانو. اوكي، هبص كده هلاقي الاتنين السود بتوعنا وعلى شمالهم الدو. هبتدي بنمرة 5. اوكي، الصغير خالص، 5 في الدو، ري ب4، مي ب3، فا ب2، سول ب1، ودلوقتي هروح من فوق، لا ب3، سي ب2، دو ب1، وهرجع بنفس الأرقام، سي ب2، لا ب3، دلوقتي هروح من تحت اللا وهروح صار بنمرة 1، وبعدين فا ب2، مي ب3، ري ب4، ستو ب5. تاني، دو 5، ري ب4، مي ب3، فا ب2، صول ب1، ومن فوق اطلع لا ب3، سي ب2، دو ب1، وارجع سي ب2، لا ب3، صول ب1، فا ب2، مي ب3، ري ب4، دو ب5. Very good. برافو. انا عارفة ومتأكدة ان في شطار كتير حاولوا وجربوها. اوكي، فاحنا هنجرب بايدينا اليمين، سلم دو دو الكبير. اوكي، سلم دو الكبير بنعزفه بإيدينا اليمين، وبنعرف ازاي نرجعه تاني، وبنعزفه بإيدينا الشمال وبنعرف نرجعه تاني. في المرة اللي فاتت أنا علمت مقطوعة موسيقية واللي هي السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، واللي هي آخر حاجة هو ألفها. في ناس كانوا بيسألوني هو فعلاً كان مش بيسمع خالص؟ ما كانش بيسمع، ويعني مش ممكن ربنا مديله موهبة جميلة جدا، يعني حتى ما كانش بيعرف يسمع الأغاني اللي هو ألفها في الآخر. ابتداء من السيمفونية الخامسة هو ابتدى ما بيسمعش. انا علمت كل مرة اللي فاتت الأغنية دي او المقطوعة دي ما كانتش أغنية، هي كانت مجرد مقطوعة موسيقية هو ألفها. بعد كده في حد كتب كلمات باللغة الألمانية، وحد تاني بعد شوية كتير قوي، حد تاني عجبه برضو ان هو يحط كلمات، بس كلمات بمعنى مختلف، كلها بتدل على الفرح والأخوة والاتحاد مع بعض، فهي حاجة جميلة خالص. عشان هي سهلة قوي وبخمس
نغمات بس انا حبيت اعلمها لكم، فتعالوا نجرب ونشوف لو هينفع نقدر نعزفها. اوكي تعالوا نجرب. هشيل البوردة وهحطها لكم هنا عشان انا كنت كتبتها اوريدي لبعض الستودنتس حبايب قلبي، وبعدين في قدروا يعزفوها وفي ما قدروش، ما فيش مشكلة خالص. لما ما تعرفوش تعزفوا حاجة ما فيش مشكلة خالص، هنتعلمها تاني وتالت ورابع. اوكي يلا تعالوا نشوف ايه اللي مكتوب هنا. مكتوب عندي مبتدي بالمي، اوكي فهي المي هعزفها بنمرة تلاتة، ومي تاني بنمرة تلاتة، فا بنمرة أربعة، صال بنمرة خمسة. أنا مش عايزاكم تتلخبطوا، لأن السلم الموسيقي أو سلم دو أنا بلف علشان أنا عندي 8 نغمات، فباجي ألف من عند بعد ما بعزف المي بنمرة تلاتة بلف بنمرة واحد تاني على الفا. بس هنا أنا عندي 5 نغمات بس في المقطوعة دي، فمش محتاج ألف. هستعمل ال5 صوابع ب5 أرقام اللي فيهم، أوكي زي ما الكمبوزر أو المؤلف كاتبهم. يبقى هيبقى مي بتلاتة، مي بتلاتة، فا بأربعة، صل بخمسة، وبعدين صل بخمسة، فا بأربعة، مي بتلاتة، وبعدين ري باتنين. very good. وبعد كده راح للدو بواحد، دو بواحد، ري باتنين، مي بتلاتة، مي بتلاتة، ري باتنين، ري باتنين. وهستنى عشان هي بلانش، فهستنى وعد اتنين، يبقى هي الصفة باتنين وكمان هستنى وعد اتنين. اوكي تمام. تعالوا نشوف السطر التاني. السطر التاني هو بالظبط اول مزورة وتاني مزورة وتالت مزورة، هما بالظبط زي اول مزورة وتاني مزورة وتالت مزورة في السطر الاول. اوكي يبقى انا هقول بالظبط نفس الحاجة، مي تلاتة، مي تلاتة، فا اربعة، صل بخمسة، صل بخمسة، فا بأربعة، مي بتلاتة، ري باتنين، دو بواحد، دو بواحد، ري باتنين، مي بتلاتة. التغيير بقى في المزورة الأخيرة دي، هيبقى ري باتنين، دو بواحد، ودو تاني بواحد، وبرضو هي بلانش، فهعد اتنين. هستنى فيها وأعد اتنين. أوكي طيب عايزين نعزفها، إيه رأيكم؟ أعزفها لكم بالراحة خالص. أوكي ولا أوريها لكم هنا على الكيبورد اللي من غير صوت خالص. الأول هدور على المي، فين عندي 2 صوت وعلى شمالهم الدو، فهروح من الدو وهعد دو ري مي، اهي لقيتها، فهعزف مي بتلاتة، مي بتلاتة، فا باربعة، صول بخمسة، وصول تاني بخمسة، فا باربعة، مي بتلاتة، ري باتنين، دو بواحد، دو بواحد، ري باتنين، مي بتلاتة، ومي بتلاتة، ري باتنين، ري باتنين، وعد اتنين. وبعدين مي بتلاتة، مي بتلاتة، فا باربعة، صول بخمسة، صول بخمسة، فا باربعة، مي بتلاتة، ري باتنين، دو بواحد، دو بواحد، ري باتنين،
مي بتلاتة، ري باتنين، دو بواحد، دو بواحد، واستنى اتنين. Very good. أنا عارفة إن في شطار خالص ومتابعين معي. تعالوا نشوف هعزفها لكم. أوكي، هروح ألاقي المي، أدي الاتنين السود، أوكي، وعلى شمالهم الدو، فهلاقي دو ري مي، وهعزف مي بتلاتة، مي بتلاتة، فا بأربعة، صل بخمسة، صل بخمسة، فا بأربعة، مي بتلاتة، ري باتنين، دو بواحد، دو بواحد، ري باتنين، مي بتلاتة، مي بتلاتة، ري باتنين، ري باتنين، واستنى اتنين. مي بتلاتة، مي بتلاتة، فا بأربعة، صل بخمسة، صل بخمسة، فا بأربعة، مي بتلاتة، ري باتنين، دو بواحد، دو بواحد، ري باتنين، مي بتلاتة، ري باتنين، دو بواحد، دو بواحد، واستنى اتنين. Very good. هعزفها لكم أسرع شوية عشان تحسوا وتفهموا وتعرفوا الإيقاع بتاعها. أتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة، واللي مش عارف يعزفها ما يقلقش، هناخد وقت لغاية لما نعرف نعزف كل المقطوعات. لازم نعرف كويس قوي ان كل ما بنتعلم أبطأ كل ما هنتعلم أسرع. معلومة مهمة جدا، كل ما هنعمل براكتس او اسمه ايه تدريب، يعني نجرب كل حاجة بناخدها كل ما هنعرف اسرع. لكن لما نتعلم بالراحة بالراحة وناخد خطوة بخطوة سلمة بسلمة هنتعلم كويس قوي والحاجة هتثبت معنا. اوكي، يلا هقول لكم باي باي دلوقتي، وتاني هقول لكم يا ريت نعمل اشتراك او سبسكرايب، ويا ريت لو حد عايز اي سؤال اي حاجة يفهمها يبعت لي على التعليقات. اوكي، وممكن تشاركوا اصحابكم بالشانل القناة دي، اللي بيحب اصحابكم او قرايبكم اللي بيحبوا الموسيقى. اوكي، شاركوهم واعملوا اشتراك، خليهم ييجوا يتفرجوا ويتعلموا معنا. اوكي، يلا بحبكم قوي وسلام.